سوا بقى، يعني ايه اكتر حاجه فاكرها مثلا حصلت مش قادر تنساها، كل ما بتقعدوا مع بعض او هتتقابلوا فاكر لما حصل كذا كذا؟ كلهم هيقول لك فين لما هو احنا لازم يبقى لما الهواء يبقى 50 نطلع، احنا كنا بنصور تحت الميه برضو في ديكور سفينه، فكنا تحت الميه في ديكور، ففي فوق سقفين يعني، وفي مخارج بقى شباك وباب وكل ده عشان تطلعي من الميه، فهون عشان كده ال50 كان سيفتي عشان نطلع. فانا وانا في بسمه في المشهد، بسمه بتبص للهواء بتاعي، هي كان لازم تبص له في المشهد، فبتلاقيه 5 واحنا بنصور ومشهد صعب، فبسمع قالت لهم 5 نيكولا يطلع، فبسمع عامله بانيك، وانا اللي هو تمام اللي هو تمام، ابتديت اقلع على الاكسجين يعني هو الهواء تحت الميه عشان ما يتقلش، واطلع بقى من دول من غير اي حاجه، وصلت فوق تعبان جدا. نيجي بقى للفيلم المسلسل الروعه على الحلوه والمره، وانك انت اول ما شفت ان هو انتاج من ام بي سي وشفت الممثلين المشاركين وافقت على طول، حتى لو هو مقتبس من السراء والضراء. صح عليك كده، صح 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 100 100. انا حابب جدا ان حضرتك تتابع كل حاجه بجد بجد. فخور جدا بالمسلسل ده، هو الورق حلو جدا، مكتوب حلو قوي، الممثلين كلهم حلوين، وخلاص لما تقولي ام بي سي انت عارفه ان في اوريدي كواليتي مش هتنزل، فكنت سعيد جدا في التجربه ومتحمس برضو تشتغلي مع فريق اجنبي مع مخرج اجنبي، تشوفي نفسك من منظار تاني. انا مؤمن ان الممثل لازم كل فتره يغير جلده، ففكره انك تخرجي مكان عمرك ما خرجتيه وتصوري مع ناس عمرك ما قابلتيها دي حاجه جميله جدا. انت بتقعد في الجيم قد ايه؟ لو احنا قلنا ان ده اللقاء الثاني ما بينك وما بين نهاد السباعي بقى، يعني بص كيمستري ما بينك وما بين نهاد السباعي قبل كده مسلسل والمره دي فيلم، ايه بقى الكيمستري اللي بتبقى ما بينكم دي؟ بصي انا ونهاد السباعي من اول ما وقفنا في وش بعض كان في كيمستري رهيبه، للاسف في الفيلم ده مشاهدنا مع بعض مش كتير، انا مشاهدي اكتر مع بسمه، بس برضو الكيمستري دي هتفضل موجوده دايما. اغرب موقف لمعجبه ليك؟ بس اغرب موقف، اغرب موقف لمعجبه ليا، لا عيب ما ينفعش اقوله. حاجه جديده هنحضرها؟ لا لا.